الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحل رحلات كثيرة، وكان منها للحج 5 مرات، وكان 3 منها من 5 لقصد لقاء أهل العلم في الحج. قال: أنفقت في رحلة، ما عنده مال، مال قليل، أنفقت في رحلة 30 درهما. 30 درهم، الدرهم محدود، يعني 30 درهم يعني 3 دنانير، لأن الدينار من 10 إلى 12 درهما، الدرهم فضة والدينار ذهب. قال: أنفقت مرة 30 درهما، يعني من كثرتها، وهذا يدلك على شدة الصبر في المأكل في ما يركب، وربما كان ماشيا إلى آخر. الإمام أحمد لما انتهى أمره إلى القوة والوقوف بالسنة ونصرة السنة لما جاءت فتنة خلق القرآن، منع من التحديث، قال له ولي الأمر: لا تحدث. فالتزم وصار يذهب إلى المسجد ويرجع ولا يلقي العلم. قال بقي بن مخلد، بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث، لا يوجد أكبر من مسند من مسانيد الحديث، مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد أحد علماء الأندلس، رحل من الأندلس إلى بغداد، وذهب يسأل، ما يدري عن فتنة خلق القرآن ولا منع الإمام أحمد، أين أحمد بن حنبل، أين أبو عبد الله؟ فقالوا، أخبروه بأنه لا يحدث. قال: فطرقت عليه الباب في بيته وطلبته فأتاني، وقلت له: أنا طالب علم، أتيت من المغرب. قال له الإمام أحمد: من أفريقية؟ قال: لا، أبعد، إذا أردنا أفريقية قطعنا لها البحر، أنا من الأندلس. قال: مرحبا بك، ما تريد؟ قال: والله ما أتيت إلا لآخذ العلم عنك. فقال له: لعلك سمعت، قال له الإمام أحمد: لعلك سمعت ما علي من أني لا أحدث. قال: ولكني أريد الحديث وحدي، أو أعطني من العلم. فقال: بشرط. قال له الإمام أحمد: بشرط. قال: اشترط ما بدا لك. قال: ألا تجلس في حلقة من حلقات العلم والحديث، حتى لا يعرف أنه يجلس في حلق العلم ويأتي الإمام أحمد، معناه الإمام أحمد أصبح يعلم في بيته أو يعلم فيه. فقال: لك ما اشترط. قال: إذن ائتني كل يوم على هيئة سائل، وطالب العلم سائل يسأل العلم، ثم اطرق الباب، فإذا خرجت أعطيتك خبزا ومع الخبز حديثا أو أحاديث. فأخذ سنين يأتيه. قال: فتلفعت بعمامة وصفها، ولبست يعني ملابس السؤال الفقراء، وأخذت كل يوم آتي وأطرق الباب على هيئة سائل وأقول لهم: الأجر رعاكم الله. قال بقي: وكانت هذه صفة السؤال، أو صفة السؤال في بغداد، الأجر رعاكم الله، يعني ابتغوا الأجر أو اطلبوا الأجر أو نحو ذلك. قل: فيأتي الإمام أحمد ويعطيني بعض الخبز ومعه حديث أو أحاديث. قال: فأخذت كثيرا. قال: فلما مات الخليفة وجاء الذي بعده وكان صاحب سنة، يعني به المتوكل، صار الإمام أحمد يدرس في المسجد. قال: فكان يدنيني ويخصني من بين الطلاب ويقول: هذا يصدق عليه أنه طالب علم. كيف يصبر هالسنين الطويلة في هيئة سائل، وكل يوم يأتي فيها هضم للنفس، يأتي بهذه الصفة
لأجل أن يأخذ من الإمام أحمد علم حديث أو حديثين كل يوم؟ قال هذا يصدق عليها أنه طالب علم. هذه همة ليست بالسهلة، وازدراء للنفس ليس بالسهل، والرحلة من الأندلس إلى بغداد لأجل هذا الأمر ليس بالسهل، وكلها تعطيك عظم هذه الهمة. حتى مرض، نكمل القصة، يقول حتى مرضت ففقدني أبو عبد الله فسأل عني فقالوا إنه مريض، فزارني في الخان، كان يسكن في الخان يعني الفندق، يقول فلم وأنا كنت مستلقيا سمعت جلبة، ثم دخل علي الداخل من أهل الخان وقال أنت تعرف أبو عبد الله؟ أنت من أصحاب أبي عبد الله؟ فقلت نعم. قال لما لم تخبرنا منذ أول ما نزلت؟ أتى أبو عبد الله أحمد، أتى لزيارته، ففتح الباب فدخل أحمد فقال له فقدناك فزرناك، زادك الله ثوابا، أو قال أرجو الثواب من الله، يا بقي إن أيام الصحة لا سقم فيها، وإن أيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. قال والطلاب حوله يكتبون ما يقول. أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. الوقفة هنا في القصة أخذتم عبرتها ودرسها، لكن خذ كلمة الإمام أحمد إن أيام الصحة لا سقم فيها وإن أيام السقم لا صحة فيها، يريد بذلك أن طالب العلم همته تكون في أيام الصحة، فلما كانت أيام الصحة التي لا سقم فيها فعندك المجال والهمة قوية لطلب العلم، لأنه ربما أن يعرض لك عارض، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وخذ من صحتك لمرضك.